وأخبر الله سبحانه وتعالى الإنسان المنفق المزكي المتصدق بأن أجره على الله وحده لا شريك له، وأنه أجر مضاعف إلى حد لا يتصور. فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيله أو فصيله، يعني ولد الفرس، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وعن أبي إيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحيم. وصح عن ابن عمر أنه قال: كل مال وإن كانت تحت سبع أراضين تؤدى زكاته فليس بكنزين، وكل مال لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز. نعم، هذا وليكن معلوما أن الإنفاق من المال لا يقف عند تأدية الزكاة، إن الزكاة هي الجزء الواجب لعامة المجتمع الإسلامي، وهو جزء محدود ومعلوم، وهناك واجبات كثيرة يجب أن يقوم بها المسلم سوى واجب الزكاة، وهي واجبات غير محدودة، لأن المراد منها سد الحاجة مطلقا سواء أكان المسلم فقيرا أم غنيا، غير أنه مطالب حسب قدرته، وذلك مثل نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأرحام والجار الذي لا يعلم إلا هو بحاجته واضطراره، وحق الضيف والسائل الصادق في اضطراره، وحق الجهاد في سبيل الله إذا لم يكفي بيت المال، وحق المسلمين في أوقات الشدة والأزمات المادية التي لا تكفي الزكاة في شدها. وهذه الواجبات مسؤول عنها كل مسلمين ومسلمة بنسب معينة لها تفصيلها في الكتب المعينة المعنية بذلك. والغرض من ذلك إدراك أن التكافل الاجتماعي في الإسلام قائم على أساس أن المجتمع الإسلامي أسرة واحدة، وأنه كالبنيان يشد بعضه بعضا، والأصل في بنائه القوي الحديث النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما جزاء مانع الزكاة والصدقة، مانع الزكاة عطل ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخرج على نظام المجتمع الإسلامي، وأعلن المعاداة لهذا المجتمع، ويعتبر تحديا بشعا لذوي الحاجة والمسكنة، ومبارزة لله بالمعصية، ودليلا على النفاق وعدم الصدق في دين الله. وإن صلى وملأ الدنيا بالتسبيح والذكر فما أسهل أن يسلك نفسه في عداد المصلين، وما أصعب أن يكون من المزكين، لأن الصلاة لا تكلف نقيرا ولا قطميرا. أما الزكاة والصدقة فهي عضة في قلب البخيل وجرح في صدر المنافق وكي في جنوب الأدعياء الكاذبين المنافقين. ولهذا قال تعالى في جزائهم:
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقوله سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتوا، والمراد أن من اعزك والصدق يصور له ماله يوم القيامة في صورة ثعبان من أفضع الثعابين. فالشجاع هو ذكر الحية الذي يقوم على ذنبه ويهجم على راكب الفرس، والأقرع الذي انتحل شعره لكثرة سمه، والزبيبتان نقطتان سوداوان على عينيه، واللهزمتان الشدقان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. وجاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة في النار. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. ويجب أن يدرك مانع الزكاة أنهم بذلك ظالمون للفقراء والمحتاجين، وأن منعهم إياها